Hello everyone, welcome back. رجعنا تاني يا ولاد بعد الفاصل عشان نحل سؤال جميل خالص عن الرسم البياني الجراف. السؤال بيقول ايه؟ اختر من العلاقات البيانية عجلة أو زمن ما يناسب العلاقة البيانية سرعة وزمن. يبقى هنا في جراف عجلة وزمن وفي جراف سرعة وزمن. هنا سرعة وزمن يا ولاد، عايزين نختار عجلة وزمن. طبعا هنا لو بصيت لرقم 3 عجلة وزمن سرعة وزمن تختار ايه؟ رقم كام؟ تلاتة مع ألف. تلاتة مع ألف ليه؟ طيب ان هنا بصوا يا شباب، ده خط مستقيم وهنا الزاوية ايه؟ حادة. سرعة منتظمة؟ لا، السرعة مش منتظمة، دي معناها ان السرعة بتتغير بس بمقادير ثابت، تتغير بمعدل ثابت. المعدل الثابت هجيبه كيف؟ عن طريق الميل بتاع السرعة والزمن. لما اقسم السرعة على زمن يديني الميل، تغير في السرعة تغير في الزمن يدينا الميل. الميل هو تاني الزاوية الحادة دي، ثابت ولا مش ثابت؟ ثابت. وتاني الزاوية الحادة يدينا حاجة موجبة ولا سالبة؟ موجبة. حاجة موجبة. عشان كده احنا اخترنا العجلة هنا المنتظمة اللي هي معدل ثابت بالموجب. يبقى هنا تلاتة تاخد ايه؟ ألف. اوكي، يبقى تلاتة تاخد ألف. طيب رقم 2 سرعة وزمن، سرعة وزمن تاخد ايه؟ جيم. احنا زي ما قلنا اي حاجة فيها كيرف يعني معناه ان السرعة بتتغير بس بمعدلات، تتغير بمعدلات بس مش ثابتة. تمام؟ بس معايا؟ السرعة بتتغير بس بمعدلات ايه؟ مش ثابتة. مش ثابتة. فيبقى عندي عجلة، يبقى انا عندي العجلة هنا هو بالشكل ده. لما يبقى كيرف بالشكل ده سرعة وزمن، ناخد خط مستقيم بالشكل ده في حالة العجلة والزمن. اوكي، وبالتالي تبقى 2 تاخد ايه يا ولاد؟ جيم. تاخد جيم. اوكي، اكيد فاضل مين مع مين؟ واحد مع مين؟ مع ب. عايزين نفهم بالراحة، هي دي حركة ولا حركتين؟ حركتين. حركتين مركبتين. يعني لو بصيت سرعة وزمن لحاية هنا لحاية الزمن ده، لو بصيت هتلاقي هنا السرعة بتتزايد بمعدل ثابت، يعني عجلة منتظمة. اوكي، اهي عجلة موجبة عشان الزاوية دي حادة. بعد كده السرعة ثبتت، السرعة بقت ثابتة مع مرور الزمن، صح؟ سرعة ثابتة يبقى عجلة بكام؟ بصفر. عجلة صفرية. تغير في السرعة هنا بكام؟ مش بصفر. يبقى العجلة هنا بصفر، الاي تبقى بصفر، يبقى ها الخط بتاعها. طب امال ايه الخط ده؟ ده دليل على ان التغير فجائي، يعني بعد ما كانت السرعة تتزايد بمعدل ثابت بدأت ثبتت السرعة، كأن طالع بالعربية من بيتنا فبدأت ازود السرعة بمعدل ثابت، طلعت على الطريق السريع ثبتت السرعة، ثبتت السرعة يبقى انا مش مستعجل، يبقى التسارع بصفر. اوكي، وكده يبقى واحد خدت ب. ونشوفكم يا شباب بعد الفاصل، تابعونا. ثانك يو فور واتشينج سيس. كنتم مع مستر وجيه المصري، تابعونا.